الأوكرانية الروسية هي انعكاس لمخاض عالمي لتغيير في النظام الاقتصادي العالمي. تأثيراته لسه مش واضحة لحد دلوقتي هتوصل لفين، ولكن هو كان زي ما بنقول عليه الفصل الثاني بعد ما كان الفصل الأولاني أزمة الكورونا واللي حصل فيها. الفصل الثاني هو الحرب الأوكرانية، وفي خلال الفصلين دول اتأثر السلاسل الإمدان والعالمية بشكل عنيف جدا، وده أثر على اقتصاديات العديد من الدول، وأثرت كمان على مفاهيم اقتصادية وصناعية كبيرة. الدولة المصرية بتحاول ان هي توفر العديد من السبل لاستيعاب هذه المتغيرات، وفي نفس الوقت التعامل معها وإيجاد فرص بديلة في المرحلة الحالية علشان تقدر ان هي تواكب كل المتغيرات اللي بتحصل. الأولويات النهاردة وبشكل غير تقليدي اقتناص الفرص اللي موجودة، وهناك عديد من الفرص اللي من خلال هذه الأزمة ظهرت للدولة المصرية من خلال موقعها الاستراتيجي وإمكانية تشغيل العديد من الصناعات في مصر تكون بديلة عن الصناعات اللي جاية من الصين ومن مناطق تانية محظورة في العالم، وتقدر إن هي تفعل هذه الفرص بشكل سريع على الأرض بدون التعقيدات الإدارية اللي موجودة. والنهاردة انطلاقا واستمرارا لهذا الأمر في محافظة القاهرة ومبادرة هامة جدا عن موضوع الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية في هذا الأمر، لما لهم الأهمية كبيرة جدا من إدراك القيادة السياسية في حزب في جمهورية مصر العربية لأهمية سلاح دعم الصناعة الوطنية في المستقبل، ليس فقط من أجل التغلب على تحديات وأثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن أيضا في كونها من أحد أهم الأسلحة التي تدعم الدولة المصرية في المستقبل، من أن تكون من يعني الاقتصاديات التي أو الاقتصاد الذي يجابه كل اقتصاد العالم ويكون من أكثر الاقتصاديات المؤثرة في العالم في المستقبل. النهاردة كان معنا كوكبة كبيرة جدا من على المنصة دكتور سمير فرج وكثير من متخصصي الاقتصاد في جامعة القاهرة وغيره، وأيضا سيادة النائب أحمد شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، وسيادة النائب محمد السباعي يعني مجلس الشيوخ، والعديد والعديد من الكوادر الذين أضافوا واستفادوا في فكرة الموضوع، والحقيقة اللي أثرونا بكثير من الموضوعات الهامة وكيفية التغلب على تحديات هذه الحرب في المجتمع المصري وكيفية التسلح بوجود الصناعات الوطنية في المستقبل، ليس فقط من أجل الحرب الروسية ولكن استمرارا لقوة الدولة في المستقبل. حزب حماة الوطن احنا بدأنا فعلا شغل في أرض الواقع، يعني الحمد لله التواجد النهاردة دي كلها قيادات تنظيمية موجودة كلها على حكمة ووعي بمدى خطورة الوقت اللي احنا فيه، والتواجد بتاعنا وتأثيرنا على المواطن البسيط اللي في الشارع اللي لازم يشوف كمية التحديات اللي بتواجهها الحكومة والسيد الرئيس. الفترة دي فعلا كلنا محتاجين للحوار الوطني، الحوار الوطني اللي هيخرج لنا مخرجات الفترة اللي جاية نخرج بيها لتعديل المسار للأفضل. الفترة اللي جاية، الفترة اللي فاتت كلها كانت فترة بناء، كانت فترة تشييد، كانت فترة تغيير جلد في حاجات كتير، فجيه الوقت الفترة اللي جاية إن احنا نجني ثمار كل ما سبق، وإن شاء الله أنا متفائل الفترة اللي جاية إنها هيكون الاتجاه الصناعي والاتجاه الزراعي شقين مهمين جدا في بناء الوطن الفترة اللي جاية، وأنا متفائل بإذن الله إن هيكون في تغير كبير في الفترة اللي جاية في الاقتصاد المصري. في ظل مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية زعيم مصر المعاصرة الرجل المخلص القوي الأمين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحوار الذي يجمع كل عناصر القوى الوطنية في مصر، واحنا هنا من خلال حزب حماة الوطن خدنا محور من ضمن المحاور اللي حددتها على مستوى الجمهورية، فاحنا في أمانة القاهرة خدنا أو يعني كلفنا بمحور اقتصادي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية، لأنه زي ما قلت أنا في كلمتي أن الزراعة هي تعتبر الحياة، لكن الصناعة هي القوة، وإن احنا بدون قوة لا يمكن أن نحافظ على السلام. الصناعة هي القوة الحقيقية لنا في مصر، وبالتالي احنا اهتمينا بهذا المحور ودعينا لهذا المحور عدد كبير جدا من الضيوف
المتخصصين